السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعينا الأعزاء إن لله وإنا إليه راجعون موت الفجأة يغيب عن بني مجدول الدكتور عماد محمد علي عيسى بعد أن توضأ لصلاة المغرب باغته الموت الفجأة دون مقدمات فقدت بني مجدول علما من أعلامها ومن أعلام الأزهر كلية أصول الدين والدعوة قسم الحديث وعلومه كان رحمه الله من محب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أتباع هدي وسنته اشتغل طوال حياته بالعلم ونشره من بين خطب ودروس وتأليف وتحقيق نحسبه من المخلصين ولا نزكي أحدا على الله إنما يقبض العلم بموت العلماء خالص العزاء والمواساة لعائلة الفقيد إن لله وإنا إليه راجعون اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله اللهم اجزي عن الإحسان إحسانا وعن الإساءة عفوا وغفرانا إن لله وإنا إليه راجعون